وهج بدأ ينطفي، وهذا الحماس للسيارات الكهربائية بدأ في التراجع. هناك سر ما، ما هو السبب الأساسي الآن اللي جعل هذه السيارات أو الشركات بعضها يغلق والبعض يخفض من أسعاره؟ صباح الخير. أول شيء هذا الشيء بس بالوقت الحالي، بس مخفضين يعني نازل الأسعار شوية، إلا بس بالوقت الحالي، لأنه هي كخطة يعني لل 2050 بتعرفي كل دول العالم اللي هي حابين يروحوا وراء إنه 0% انبعاثات. فاللي صار هو هلا إذا نطلع فيه شوي من بعيد، شركة بي واي دي الصينية مثلا اللي هي تعتبر أكبر منافس لتسلا، بالرغم من تسلا كانت بالصدارة فترة طويلة، بي واي دي هلا بايعة أكثر من تسلا. هذا الشيء أثر على مبيعات تسلا. طيب صار في سيارات على جنب لنقول ما نبيعه، اضطروا إنه ينزلوا أسعار، وهذا بس بالوقت الحالي. هلا هذا الشيء حيقوي المنافسة أكثر. الصين عم تدعم بشكل مخيف السيارات الكهربائية عالميا، صح؟ كحكومة عم تدعم السيارات اللي عم تنباع داخل الصين واللي عم تتصدر، عم تدعمهم مزبوط. فطبعا هلا تسلا لما خفضت الأسعار هذا الشيء طبعا لأنه هن بالصدارة كتير شركات حيلحقوها لتسلا، كمان حيخفضوا أسعار.